إذن كان هذا الصوت الشيخ عبد الرحمن السقار الله يرحمه اللي عمره الله سمح. مسيو علال كيف صوت موسيقى بلي؟ صوت رابلي لي بون فيو طون سكو نو زافون فيكو افيك لي. Vous savez que ma cheikh la rahmo, on a appris, تعلمنا اللي تعلمنا, بكل حال مازال ما تعلمناش. Mais il était très philosophe dans sa pédagogie معنا. Bon, quand on coule sur Ramadan, les 30 jours, comme a fait le Hajj Benjamin, le président, quand on a les 30 jours, on a fait le moment, hygiène, midi, ou on a les salades, genre de scène, où on a chargé le nez hygiène, où on a chargé la tête, où on a fait le moment. Et souvent, c'est à force de répéter le même morceau, généralement, ça tout, les 30 jours, c'était pratiquement les mêmes morceaux que le venait, c'est comme ça qu'on a appris. Entre-temps, il nous montrait la philosophie de Tao, c'était pas un dur, c'était pas quelqu'un qui était dur, là, c'était quelqu'un qui était sage, gentil, très agréable, comme on disait, Oustad Salah, tout à l'heure on en parlait, il était très agréable. Des fois, il y a un حنا صغار شايف دي فون نيو كل يوم كل يوم كل يوم في النادي بلا بينا نمشيو نحوسو وهذا نضحكو ولا اون فيها غولاشمون لو كان يفيق بينا كيس كي بوزي بور نو مونتخي كو نو زافيون ريان بري كو ما تعلمنا والو وبالمعنى ما تقعدوش تضحكو نتوما ما تعرفو والو كان يخرج لنا بشغل جديد
اللي ما نعرفوهش ويبقى بحدو يتمشى وحنا هيدا هذا يشوف يشوف هذا كيفاش نعملوه ما علاش عملنا هيدا سيتي بور نو باش كان يخلصنا وكنت تضحكوا انتوما ما تعرفوا والو دونك سيتي إلي تي فيلوزوف دون سو سونس النهار الثاني نحكي لكم حلقه صغيره كنت انا هربت له كنت صغير وهربت له كيفاش هربت له مشيت معاه جو سيت با كي باسكو إلي أونكور فيفون هربت له مشيت عند ان جروب واحد اخر خارج منه كبار ثاني كبار وهربت له مشيت نخدم معاه تعبير قالوا له شفنا مختار في الجهه الثانيه ايوا الغدوه عاود مشيت النادي عمل لي بيكوت البارح يا شيخ بون بيان سور جو بوفي با البارتيني باسكو جو سافي كو تعبير قالوا له قلت له عاود كنت في الموضع الفلاني ايه مليح واسمع عملتو اسمع خدمتو قلت له عملنا الموضع الفلانية جو بو با سيتي دو ايه واسمع عملتو فيها انا مصدر الفلاني وطاحي الفلاني ايه كو بريباراتوار عمل لي كو بريباراتوار لا جي كومبخي كو بالمعنى ما في يدك غير انا غير لهنا من بيدك ما تقعدش تمشي على دروات على كوش ما تعلم والو هذه هي لا فيلوزوفي اللي كنت نحبها بزاف سيتي كوم ان دوزيام بير بور موا باسكو مون بير اوسي الله يرحمه ايتي دون ميم سونس حتى هو كان يهضر معايا هيدا ما يجعفش عليا ولا بهذا الشيء هذا الدنيا كان يحب غير مصلحتكم فوالا اي سيتي جونتي انتما كنت من احد التلاميذ نتاعو وحنا جبنا المستمعين جبنا لهم مقطع بصوتك مقطع الحوزي يعني واحد الخالق لعبات في الطريق يسمع له بالرأي الواحد خالق لعباد سلطاني لكن الشكيب عمرية على قدرة الغرام والهجرة وشوف دركوني واللي قبعد عن قلبي ما وجد صبرا قال وعدها وبطاس نجاب يا عني أجمل سوني حدثني عن العبرة أجمل سوني حدثني عن الشبرة أجمل سوني حدثني عن العامل يعمل البها وزي مضربة الوجمة كان هذا المقطع من حوزي الواحد الخالق لعباد سلطاني اللي هو من نظم الشيخ بومدين بن سهلة وسمعنا له بصوت الأستاذ مختار علال مختار علال سيتي وكرامي سيتي وكرامي وكان مرافقينك أعداء تاع جمعية نهضة طبعا ما بيناتهم بن داود نوردين وذكر أبو شمالي حاضر معنا مصطفى الزاوي بن داود كنت مرافقه بالعود بالعود يعني كات كارديون بما ان هدوا على جمعيه النهضه قلنا بلي هي اول جمعيه تاسست مدينه وهران كان هذا سنه 1964 مسي بوكلي ماذا كانت هذه السنه بالنسبه للموسيقى الاندلسيه شوف هذه السنه هي اللي تاز امبورطون بوغ هذا 1964 وضع قبل ما نتكلم على 64 نتكلم على 63 في 63 كان انا باكر وضع الشبيبة والرياضة في تليمسان هو حمدان بن باجي وكانوا أطولوا دار الجمهور باش ترجع مركز ثقافي في تليمسان لما ولا هذا المركز دار الجنرال ولات مركز ثقافي في فبراير 1964 كان الشيخ العربي كان دائما يلعب بالويكاند بالسبت كان يلعب يعمل سهرة موسيقية في الفوالي هذا المركز في فبراير 1964 ما نجمش يطلع كان مرض بدا يتقال بدا ما نجمش يطلع الكيسمو ولا هذا الناس فكروا باش ياسسوا الجمعيات لخاطر عرفوا باللي الهرم راه ماشي ضيع الشيخ العربي شكون اللي كان يجيب يقول انا شيخ والشيخ العربي حي حتى واحد ما يجيب يقول لا
لعبد الرحمن السقال ولا غيره. ذاك الوقت هاد الناس المحبين المولعين معهم نتكلم على الشيخ عبد الرحمن السقال ونتكلم على الشيخ ابو علي محمد رحمهم الله ونتكلم على شيوخ اخرين اللي قالوا بلي هاد الاله ما تنجم تعيش لو كان ما عندناش جمعيات اليوم. هذا هو السبب باش تاسس جمعيه في مسار سماوها انذاك جماعه وفي نفس الوقت ابريل وين كل هادو جمعيه غرناطه ونهضه بكري كما قلت لها رينيسونس ومن بعد سماوها النهضه. هذا هو الاساس. هذا 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 مهم جدا في التاريخ. زعما في سنه 1964 الناس كان عندها وعي. الشيخ العربي توفى في 24 ديسمبر 1964 بالمعنى وجدوا باش الاله تكون في يد حواليها. وعلى كل حال وصلوا في هذاك الوقت بداوا يسجلوا على الشيخ العربي البصري رحمه الله بدون آلة. كان هي اللي يغني بحلقه بلا ما يلعب الآلة. كان ما يجيبش يلعب الآلة. ولهذا هذه السنة ليا شخصيا وكل المولوعين بهذه عندها أهمية كبيرة كبيرة كبيرة. صح. نسيت شنو ماضى عن تأسيس جمعية النهضة؟ حكينا كيفاش تأسست هذه الجمعية والمشوار تاعها. الجمعية احنا كنا محبين تاع الصنعة وتواصلنا بالسي عبد الرحمن السقال. كان عندهم غير واحد مكتب صغير في لوتيل رويال في وهران. وحنا جمعية سبان لينا محل اخر شارع محمد الخميسي وعملنا ستاتي نتاع الجمعية باش عطيناها اساس رسمي والمحل سجدناه. ومن ثم اللي الشيخ عبد الرحمن السقازد جمع كبار تاع الصغار وبدا يكون فيهم حتى اسس هذه جمعيه لا رونيسونس. والترجمه تاع رونيسونس هي النهضه. النهضه دير نحيو هذا الصنعه هذه ما خليوهاش تضيع. ومن ثم والحمد لله رحنا باقيين حتى لهذا اليوم. وانا في ناني من الناس الكبار مازال بابا هنا هذا الفيستيفال اللي عملنا في مناسبه مولد الشريف كان شيء عظيم. كان عرس عائلي في مدينه وهران وجاو فرحانين كامل اللي جاو عندنا من بليده من بالعباس من استغاله من تلمسان الاحباب كلهم تلاقاو. والجمهور كان يفوت الالف اللي كان حاضر في هذه السهرات الثلاث ليالي من 9 تاع العشيه حتى 12 حتى الوحده تاع الناس قليل العائلات اللي راهم يخرجوا اليوم يسهروا. دونك جمعيه النهضه مازالها واقفه. سي محمود علاش الجمعيه لا دغنييغ فوا كهدرت معنا هذه كان جوغ قلتنا باللي لاسوسياسيون كانت تريد تعاود الغوبخون عاود علاش؟ الغوبخوني انا جو بونس دو ليكول. C'est très très important. Ah, l'école. Oui, parce que l'école, sans école, on ne peut pas avoir une association. Mm-hmm. Donc, l'école, elle patinait. Elle, bon. Excusez-moi. Moi, je ne suis pas tellement d'accord quand on dit que Nahda a complètement été dans, à l'arrêt. Oui. Allez. يا كل حاجة يبلي تشاطمني وتكون داكور معايا على كل حال. كاين ولد صابري بن ديمانات اللي على كل حال حتى والله يعطيه الصحة وقف معانا اون بيريود وعملنا اون ايكول عملنا دي كلاس ولكن سانا با دوري بوت دو مويان بوت دو هذا مي سادير كوميم النهضة كانت وقتها اون 2001 اون 2000 وعملت وشاركت في المهرجانات من بعد عاود حبست ومن ليكول حبس. ا partir de 2000 non pas à partir de 2000 il y a une continuité mais il y a eu un petit relâchement un passage à vide comme toutes les associations. Ça c'est vous savez que bon le festival a été un déclic pour pas mal d'associations pour reprendre. C'était un déclic. Mm-hmm. Et c'est bon, pas grâce à Nahda, mais elle a été à l'origine. À l'origine, hein, à l'initiative. Non, bah, c'est parce que ce qu'il veut dire, il y avait quelques associations aussi, qui étaient à l'arrêt. Et grâce à l'invitation
اللي عاودوا الشهادات ثم عاودوا قلعوا باش يحضروا الراجل اي جو كونتينيو دونك سيتي ان ديكليك بون توت ا لونور دو نهضه دونك avec le passage à vide, toutes les associations passent. Et faute de moi, je le dis toujours, et je remercie par l'occasion la Sonatrec, bon, et c'est elle qui nous a aidés, il faut le dire. Un instrument, ça coûte les yeux de la tête qui m'égoulent. C'est pas donné à tout le monde d'avoir des instruments, les cordes et tout ça, ça demande un budget colossal. Donc maintenant, bon, le passage à vide, c'était dû au faute de moyens. Mais maintenant, alhamdoulilah, le train est en marche. Et il s'arrêtera pas. Il s'arrêtera pas. Donc je profite de ce moment pour que, à la suite de ce festival, toutes les parties concernées ont été sensibilisées et ébahies par les résultats. Notamment le ministère de la direction de la jeunesse, monsieur Mouali lui-même qui a assisté à ce festival, qui a été ovationné par le public et qui tient à ce que Nada se relève et fasse quelque chose de grandiose. Elle s'est relevée. Thank you.
الهدان نقطة من مصدر زيدان تحيا بكم كل ألبان تنزلون بها مدى زيدان هدي اللي كانت قدمتها جمعية مهبة مهرجان تلمسان للموسيقى الأندلسية لسنة 2002 مصدق لي عندك تعليق على الشيء اللي قاله مصدر داود أنا نشاطر في الكلام اللي قاله لخطر الجمعية لو كان ما تتوقفش وتراجع نفسها ما تجيب تقدم أبوسي اختر الميليتانتيزم احنا نخدمه بالحب واخلاص لهذا الباتريمون هذا التراث والعاده الانسان يعيا يفشل ما يسيبش دي كتف وكذا بالسيف عليه يتوقف شويه قليلا يسموه فيوز بمعنى الجمعيه تبقى اون فيوز باش الانسان يشوف تكون عنده نظره مستقبليه ويرد النفس ديالو يستقبل النفس راه طويل خصو الانسان باش يوصل يبلغ كما قلت انا يفو اون فيوز بور تيرمين لو باتريمون خصو الانسان يعيش زوج تاع الحياه حياه واحده باش ينجم يكمل كل ما هو موجود هذا التراث ولهذا هذه الجمعيات كنا تطوع مازلنا نعاود نقولوا احنا نتطوعوا باش نعملوا هذا يبدا الانسان كما يصير واحد كتفه صح ما ينجمش يزيد المشوار طويل بزاف كيف تقول كتفه ماديا؟ ماديا هذه حاجه اخرى معنويه نقطه الانسان يحتاج بعض الحالات كي النفس ديالو تضياق كي يحس بالضياق وما صابش قولي كتفو تنبا يفشل يخرج في حاله ولكن كي يسمح الانسان بكتفو يزيد في المشوار ديالو اما الماده الماده هما من الناس المحبين المفروض هما خاطر لهم لوطو اله تسوى زوج ملايين ونص ونعطيها للتلميذ ديال ست سنين ولا سبعه مانيش عارف كيش يعمل بها هذه الاله ما يعرفش هو زوج ملايين ونص ما يعرفهاش اسم هي ولكن رئيس الجمعيه عنده ما يقول في هذا الكلام راه عارف بلي هذيك زوج ملايين ما جاب هذا بكشي ولهذا لابد هذاك التصور justement اللي نشاط الكلام تاع سيبوكلي احنا كنا نتاو دو على لي بداو سيت على الوحده ما باس با سيت وحده ما تكتبش فوالا سيت لا جينيراسيون دوجوردي سي اوسي لا اسوسياسيون نهضا في تي بروف السيمانه اللي فاتت لا نروح نروح لهذا الفيستيفال انا شوف سي تري بيان افون باسكو لو فيستيفال سي لو كاتريام فيستيفال اللي راه تنظموا هذه الجمعيه اللي راه تنظموا مجموعه شاركت في مهرجانات خرجت الى الخارج مثلت الجزائر في مهرجانات دوليه الحمد لله والله جو بونس كو الجمعيه سي بريز ان شارج ال ميم سي تري تري امبورتون اي مو جو بونس سي ان اكزومبل بور لي اوتر اسوسياسيون اي فودري كون سو بريم ان شارج دونك سو كاتريام فيستيفال ا ايتي اون ريوسيت توتال دونك تاع تنظيم هذا المهرجان مستر داوود Quand je l'ai dit, comme je l'ai toujours dit, hein, comme je l'ai toujours dit, je le dirai toute ma vie. C'est le don, il a le don de l'organisation. Mm-hmm. Il a ce don-là. Il est Mahandouche, Roma Hindou a le don. Donc, nous, l'association Mahda, on profite de lui. Et c'est bien. Il a consacré beaucoup de temps. Ah oui. Beaucoup de temps, oui. Beaucoup de contacts, ah oui. Beaucoup de réflexions. Vous savez pourquoi pour préparer, il a fallu 4 mois, encore plus. Ça fait 5 mois, bon, une durée de 5 mois et préparation juste. Hein. Mm-hmm. Donc, le prochain festival, Inch'Allah, on va le préparer dès maintenant. Franchement et clairement. كانت مشاركة فقط جمعية غرناطة في المهرجان جمعية غرناطة في مدينة تلمسان علاش ما غنستش لي زاسوسياسيون الاخرين؟ باسكو سي لو طون il y a que 3 jours on pouvait pas les laisser une semaine pour pouvoir inviter 12 ou 15 associations il aurait fallu toute une semaine. Oui, point de vue finance. Vous savez que bon, on avait programmé au début pas mal d'associations et une association du Maroc. Ouais, le budget, c'est il faudrait un budget vraiment colossal pour. Et je pense qu'on a essayé de toucher toutes les écoles à peu près, Tlemcen, Moustagamem, Alger. Donc on a même le prochain Inch'Allah, il y aura plus d'associations. Je tiens beaucoup à féliciter l'association Ramata qui a fait une très très bonne prestation. Tout le monde était content.
على كل حال هذه السهرات كانت منقولة على المباشر في إذاعة الباهية، وكنا سمعنا حقيقة باللي جمعية غرناطة كانت قدمت عمل رائع، وحنا نحييها بالمناسبة جمعية غرناطة اللي كانت أول جمعية استضفناها هنا. نسمع الآن إلى مقطع من مديح ديلين بأداء جمعية النهضة كانت قدمته في المهرجان اللي فات، ومن نادم الشيخ سيدي الخضر بن خلوق. بسم الله بدأت نزمن من مديح ديني. بسم الله بديت نزمن هو مقتطف من سهرات ليالي المدح اللي كانت مدخل جمعية النهضة مؤخرا. السي خير ضمتي علي ما سمعناكش كامل، احكي لي كيفاش كان الببليك اوراني. بسم الله الرحمن الرحيم. الببليك اوراني كان فرح بزاف، على خاطر يعني شحال هذيك تم الديسيني
اللي ما عاش هاد الثلاث ايام تاع الفيستيفال اللي كونته لاسوسياسيون تاعنا النهضه. وكي تشوفوا كي تشوفوا هيدا لا غرومير هيدا داك سي سي بيل في سي في لي بتيز انفون et les bébés bien habillés dans le موسم la petite costume تاع الموسم ولا في نفس القرافه نفس نفس التقليديه وطالعين هيك مع الدرج ماشي دخول يعني حفله عرس كبير ثلاث ايام تاع عرس وهرن عاشتو ومدينه وهرن مدينه كبيره فيها مليون نسمه لازم مدينه وهرن تعيش كما كان عايشه الكل ماذا بينا نحيو للعائلات للمحبين الاندلس اللي يحبوا الاندلس ولا بد يجيو يحبوا القعده ويحبوا الصمت والاله والصنعه هذا هو طول مسيو بوكلي كنت حضرت حكينا في هذا المهرجان حكي لنا كيفاش على بالنا هذيك على الهضره من غير الشكر قلنا كتينا اونتي توبجيكتيفيتي لا على كل حال انا عشت معهم ثلاث ايام هذا المهرجان عشته كامل وانا طبعا لكل عاشق مذهبه الناس كامل اللي جات باش تحضر لها المهرجان هما المحبون هذه الموسيقى ماشي ما جاوش ما جاوش يتعداو على التراث لا جاو يسمعوه جاو يتغداو كما دائما نتكلم بهذه الكلمه جاو يتغداو جاو يشبعوا هذه الموسيقى وجاو يشبعوا هذا المديح الديني وهذا انا كي نتكلم على التنظيم نضم انا باللي النهضه عملت اكثر من اكثر من الواجب ديالها عملت اكثر اكثر كل نضياف عندها وشفنا بعينينا كل الجمعيات اللي شاركوا كانوا فرحانين بالايواء وبالكل شيء كان منظم بزاف. لا في كل شيء كل شيء هذه الامور الا في القاعه اولا المهرجان كان في قاعه الكوليزي ترفد اكثر من 1000 نسمة كذا هذو الناس كامل كانوا يقولوا ولما نوجدوا العائلات يكون احترام كما يكون العائلات موجوده يكون فيها احترام ولهذا حتى الصغير يصيروا يحترم الموسيقى ويحترم البيئه اللي يكون عايش فيها في قلب القاعه اللي كان ربما عنده في الساحه تاع مش عارف انا ربما كان يكون عندها صبغه واحده اخرى ولهذا قلت انا الناس اللي جاوا الا الناس اللي ذوقوا وانا شفت القاعه تقريبا في الشهر الاخيره كانت ممنوعه ما فيهاش فين الانسان واقفين كان الناس واقفين ولهذا فرحنا احنا اولا لان محبين هذا احنا خدمنا هذه التراث تطوعا منا وفرحنا لان كان تجاوب الناس جاوا باش يحضروا معنا يقسموا معنا الفرح ولهذا قلت انا على كل حال جو فيليسيت الجمعيه اللي عملت ونتمنى يكونوا يوصلوا ل 10 وال 15 وال 20 اديسيون باش نعاودوا لنا هذا المهرجان ما يعيوش ما خصهمش يفشلوا نعاودوا ناكدوا باش هذا المهرجان يبقى فهر ان شاء الله ان شاء الله نشوفوا مثل هذه المبادرات سنة نكرر هنا في مدينه تلمسان بوكو با فيستيفال بحوزيه فيستيفال دو مدح في رمضان بوكو با ستخا شاك اني ريغوليرمون ميسيو بوكلي بان تهضرت لنا على الشيخ سؤال وعلى حلقه سيده حنا جبنا كنا بساتينا معلومات على الشيخ سؤال وما نطلقوش قبل ما تهضر لنا على هاد القصيده اللي قلت لنا كتبها شو هو الشيخ سؤال على كل حال قلت من هواة الموسيقى الاندلسيه والحوزي والعروبي والغربي كان ايضا شاعر ومن وهو نقول انا باللي لما نقرا القصيده ديالو هذه هاد النسيان الصبا نتفكر حق القصيده تاع محمد بن علي ولد الرزان اللي قلت له حضر بالك يا عشيق والطراز تاع هذه حب هب النسيم هو طراز واحد الغربي الغربي ولهذا الشيخ سقان تغدى بزاف من الشعر تاع سيدي بن علي ولد الرزان وكتب هذه القصيده موجد الكلمات اللي استعملها نفس الكلمات اللي استعملها ولد الرزان استعملها سقان عبد الرحمن بالمعنى كان تقريبا تهنيد لولد الرزان مجال كتابة الشعر لما نتكلم على هذه هب النسيم الصبا هو يعملها على رباعيات تقدير كات دار ويعاود يدخل للمطالع ممكن نقول بيت وسياح معناتها يغني الربع بيوت الاولين ويريد ويدخل للاستخبار ويخدم ثلاثه تاع البيوت ويعاود يولي اربعه تاع البيوت المغنيين ويعاود يولي في الاخير شوف هنا اسم يقول خاطر هو كان من مؤسسي نادي الشرفاء وهنا يقول في هذه القصيده في اخر القصيده نقرا لكم على كل حال موعد ختم اصدار خاص لاهل نادي الشرفاء في طبعي وعلاجي جمهور الادابه والطرب القصاور السجعان نطلب دوام الستر النعمه الشامله الحفظ وتراضي النصر مع التوفيق والهدي والطاعة والإيمان عربي من نسل الجود حر ولد الجدام البيب
كوليا ياقوتا في تاجو السقال عبد الرحمن تربيه بهجة تلمسان ياز في رجب وفي اخطاب بيوت انفيسا مع رقائق انساجو عام مبارك مسعود. شوف هذه الكلمة عام مبارك مسعود ماشي موجودة عامة تلمسان على كل حالة وهذه خذاها على المغرب. عام مبارك مسعود في حساب حروف صوصجان. شوف هنا يستعمل هذه كلمة ياز وهي يا وزين هي هي عشرة والزين هي سبعة ويعود يقول حساب حروف سوسجان. سوسجان هي الشين هي ألف السين هي ثلاثمية الجيم هي ثلاثة الألف هي واحد والنون هي خمسين ألف وثلاثمية وربعة وخمسين عشرة أرجب نكتب هذه القصيدة هذه الوقت. ولما نتكلم على هنا شوف هنا يهدي هذه القصيدة يهديها للنادي الشرفاء اللي هو كان مؤسس هذا النادي وهذا القصيدة يكون اسمها قبل 1934 هو كان خلق قصيدة بزاف. لا أنا هذه وجدتها في الديوان تاع سي محمد بخوشة نحل الأزهار وهو هذا القصيدة هذا الكتاب كتبوه مع سي محمد بخوشة على كل حال باش تكون أنا كان الله يرحمه كان قال لي بلي كان كتب قصيدة على الرباب مي مازال ماهيش عندي كان قال لي بلي يخدم على قصيدة كتبها على الرباب يوصف الرباب دوك وجهوري داء الناس اللي راه عندهم هاد القصيدة يتفضلوا عليها راك عارفة ريما معليش نسمعوا الآن إلى مقطع من مديح ديني دايما بأداء جمعية النهضة تحوى في طبع طرب الآلة المغربية الحادي عشر وخمس وخمسون دقيقة بإذاعة تلمسان. رحنا دائما حصة كويت رواباب ولو أن الوقت ما تبقاش معنا بزاف لنقترم الفرصة باش نشكر جمعية النهضة على حضورها معنا ونعطيكم الكلمة قبل ما نختموا هذه الحصة مثل علال كل حال آخر كلمة وهي نشكرك بزاف ونشكرك باسم أعضاء كل الجمعية نشكرك بزاف على الخدمة اللي تقوم بها واللي صادفت بينا واللي رحبت بينا وكذلك نشكر الأستاذ صالح اللي هو على كل حال هو صديق وصديق وصديق جمعية النهضة ونشكر كذلك إذاعة وهران اللي حتى هي وقفت معنا احنا نحيي زملائنا بإذاعة وهران بالمناسبة الحاج جابنا شنو كذلك حال سي على المختار نشكركم على هذه الدعوة على الحصة اللي خصصتوها لجمعية النهضة ونتمنى ونبقى في اتصال ونزيدوا في هذا النشاط نتاعنا ان شاء الله وراني فرحان باللي الجمعيات كامل راهم تكاتسين يد في اليد ونتمنى لهم التوفيق ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله نتصور هذا يتكرر ان شاء الله ان شاء الله الموسيقى الاندلسيه ان شاء الله تعود في مكانها المناسب وجزائر العاصمة وبليدة وقسنطينة وهران بالعباس تلمسان كامل المدن كامل المحبين هذه الموسيقى الأصلية يواصلوا إن شاء الله يعطيك الصحة مسيو بن داود يواصل شعي تحكو محسنش محسنة غير ما سيتي أجريب بغل انترميدير دو لغادي ودو تلمسان في مستمعين إذاعة تلمسان Et je remercie surtout les associations qui ont participé
Mm-hmm. Sans exception, ouais. Parce que sans eux aussi, on aurait pu. باش نتكلم معهم فرحت بزاف ونشكر الجمعيه ونطلب لها قالوا لنا يكون غتخ الدرواء نكون غتخ خط انا مدبيه خلاص ويشكون هنا في تمسان انا نسال هذا في تمسان مدبيه نعاود نقول ان شاء الله ايوا يقول لي بك ايضا يعطيك الصحه على حضورك معنا عندك كلمه توجهها لجمعيه النهضه لا على كل حال انا نشكرهم وكانت لينا هذه الفرصه باش نفقوا قليلا نتاملوا ونرحموا على الشيوخ ديالنا رحمنا على الشيخ خطيب مسؤول الاسبوع اللي مضى اليوم نرحموا على الشيخ السقال ونرحموا على كل الشيوخ اللي عاشوا هذا الفن وعايشوه وعشنا معهم ان شاء الله يكون احسن خلف لاحسن سلف يعطيكم الصحه على حضوركم يعطيكم الصحه على كامل هذه المعلومات وعلى اللي شرفتونا بحضوركم مره ثانيه نحيي كامل مستمعينا في مدينه وهران وما ننساش ايضا مستمعينا في تلمسان وفي مدينه بلعباس الموعد الجديد بينا معكم نستمر النجاة إن شاء الله خليناكم بخير